يا مرحبا، كيفكم؟ سبا اصدقاء، اليوم الفيديو هو عفوي راح انزلكم اياه على حاله، بدون مونتاج، بدون اي شيء، بدون يعني ما اعمل له اي شيء طاول، راح انزله مباشر من التصوير على اليوتيوب. الفيديو هو توعيه، راح انصح بعض اليوتيوبرز الصغار يلي حاولين يعني اللي عم حاولوا يبلشوا ويعملوا اعلان ويطلعوا، اللي عم حاولوا يبلشوا يعملوا قنوات، وعشان ينتبهوا من الحراميه، من الاشخاص اللي فكره حالها مشاهير وهي كلاب المصاري. اصدقائي، انا من فتره القصه صارت معي، انا من فتره حكيت مع يوتيوبر مشهور، هو برا تركيا ساكن بدوله عربيه، هلا يمكن بعض الناس عرفته، ما بدي اذكر اسمه، بس ذكرت اسمه اعطيته قيمه وانا ما بدي اعطي قيمه. اصدقائي، هذا اليوتيوبر مفكر حاله مشهور، حكيت معه، تواصلت معه، قلت له انا شخص مبلش جديد باليوتيوب وحابب اعمل اعلان عندك. الزلمه ما كذب خبر، قال لي تكرم بعمل لك اعلان واعلان، يعني بلش يسوي لي بحر مخلوطه، يعني انا لما سمعت كلامه رجعت مباشر ادفع له المصاري ليعمل لي الاعلان، على راح تدعي لي وراح تصير مشهور من وراي، وراح اعمل لك اعلان تدعي لي عليه وتتمنى وتجيب اصدقائك يعملوا عندي على الاعلان اللي راح اعمل لك اياه. طبعا انا يعني صدقت كلامه، والزلمه قال لي انا مالي بحاجه المصاري وانا شهرتي وما بضرب سمعتي، يعني عن جد خلاني اصدق. عملت انا زبطت المصاري، زبطت وضعي، تواصلت معه، ما كان في تحويل لعنده، ضليت لبين ما لقيت وسيله تحويل، هو يساعدني لبين ما لقينا وسيله تحويل، حولت له المصاري، حولت له المبلغ. بعد ما حولت له المبلغ، المبلغ استلمه هذا الوقت، هلا قبل ما يستلم المبلغ فات قناتي او محتواك حلو وراح يجيك متابعين يعني كثير، رقم كتير حلو، وراح تطلع طلعة قوية على محتواك، السكتشات والتمثيل والمقالب حلوات، يعني عن جد شجعني. يلا خلصينا. بعد ما حولت له المصاري والمصاري صاروا عنده واستلم المصاري الزلمة، حتى العلم بعت لي تسجيل، قال لي صديقي انا ما عاد فيني اعمل لك اعلان مثل ما حكينا. اوف، ليه؟ محتواك ما حلو، محتواك هيك، محتواك كذا كذا كذا. حبيبي انت نصحتني وحكيت معي ومحتواك حلو، اول ما يصير مصاري عندك، بعد ما صار المصاري عنده الزلمه ما عاد يتعرف على شيء، وبعدين ايش تنسوي يعني المصاري صاروا عندك؟ قال لي انا عندي فكره، فيني اعمل لك طريقه اجيب لك فيها مشتركين، يعني تضرب ترند. قلت له الله وايدك، يعني انا المصاري دينتهم دين لحول لك اياهم. قال لي الزلمه تركني بس هيك لبين ما الاقي طريقه وبرد لها خبر. تركته انا للزلمه، بعد ما فكر ويه قال لي ما بغي، انا عامل فيلم اسمه فيلم الندم، هو الفيلم هو اللي الفكره مسروقه، انا معدل عليها شوي واخده، هي الفكره كله مسروق بس انا معدل عليه وعامله، انا تعبان عليه بالمونتاج وبالتصوير، مسوي الفيلم يعني اخذ انا دور الشخصيه، معدل عليه كله بس هي الفكره مسروقه، يعني بحكي انا علنا الفكرة مسروقة. قال لي ما لنا غير فيلم الندم. قلت له ايش بو؟ قال لي هذا الوحيد يلي فيك تجيب عليه مشاهدات، يلي فيك تجيب عليه متابعين. قلت له ايش نسوي فيه؟ قال لي راح اسوي فيديو واطلع بفيديو على اساس اني انا شفتك بالصدفة والفيلم عجبني وبخلي العالم تدعمك. قلت له حبيبي انا دافع مصاري، مو صدقة يعني، انا دافع مصاري لتعمل لي انت اعلان، مو صدقة لجاي انت تقول لي شفتك بالصدفة وما شفتك بالصدفة، يعني مو صدقة الشغلة. قال لي هي الطريقة احسن شيء لتجيب فيها مشاهدات. خلصينا بقى، نعم السيارات صار هون، صار شارع استيراد. قلت له يعني ايش الحل؟ قال لي اسمع مني وبتدعي لي، بعمل هيك بفيلم الندم، بس بعمل حال اني انا شفتك بالصدفة وبحط رابط عندي بالوصف وراح يجيك متابعين يعني تدعي لي من وراها. قلت له صديقي، ما راح اذكر اسمه، قلت له صديقي يعني عن جد انا حاطط املي بالله ثم فيك، المصاري مدينهم دين حيعطيك اياهم على حسب كلامك، قال لا تاكل هم وراح يجيك متابعين وراح تصير. قلت له يلا ماشي، بعد اتفاق عن جد اعلان اني راح يكسر الارض وانا حيعطيه المبلغ والزياده، يعني اعطيه فوق المبلغ الطلبه والزياده.
حد العلم بنزل الفيديو هي بعد فترة 3-4 أيام كمان يعني شطت معه وأنا قلت يعني الزلمة ربما يلاقي الفكرة ويصور فيديو له. عملت هيك واستنيت انتظرت نزل الفيديو أو نزل الفيديو عملت هيك وفت على الفيديو تاري الشخص عمال استهزاء أوه بالصدفة شفت فيلم الندم على وزيكة كلمة على سيرة الندم وزيكة أوه على سيرة الندم من فترة شفت على اليوتيوب فيلم الندم عن جد يعني الفيلم تافه ومن الحكي صار يحكي بلش يستهزئ فيه انه يقفل يعني قلت له التقفيل غير الاعلان حبيبي انت عم تكره الناس بمحتواي انت ما عمال تدعمني انت عمال تنعن ام القناة يعني هاد مور اتفانا هيك يعني لما انت بتطلع اصدقائي اليوم مثلا الفيديو هذا الاعلان مدفوع بتمنى من الكل يروح يبجل له القناة باللايكات والاشتراكات ورابط قناته تحت الوصف اكتبوا له فلان بيسلم عليك فلان يعني بيحبك يعني بتشجع الناس تشترك بيضولي وجهي عنده انت عنا باب الصدفة بالصدفة شفت هذا لا وشو بالنهاية من باب الصدقة يلا اذا حبيت رابط قناته تحت الوصف ما قال اشتركوا اذا حبيت رابط قناته تحت الوصف حبيبي انا ما طلبت منك صدقة انا ما طلبت صدقة انا طلبت شغل يا فلان قديش انت بياكل معك الاعلان قديش بدك سعر طلبت فلان مبلغ والمبلغ كان هلا بلا اذكر المبلغ ما راح اذكر المبلغ بس المبلغ يعني فوق $200 فوق $200 ما راح اذكر المبلغ يعني على نظامي لاني انا اعطي وعد ما اذكر المبلغ راح اكون انا احسن منك بعد ما نزل يعني الفيديو انتظر قلت هلا يعني القناة راح تتفجر 10 دقائق ولا شيء ربع ساعة ولا شيء قلت يلا لجي يعني مشاهدات يلا صار يجيني تعليقات سلبية صار يجيني ديسلايكات اوف نعم هذا بلش يقفل علي وحرض العالم علي يعني عدد ديسلايكات اجاني اكتر من لايكات عملت هيك اتصلت فيها يا فلان انت ليك عملت ايش سويت اوه محتواك ما حلو طيب انت عملتها من باب الاستهزاء انت اخذت اجرتك لازم تأدي العمل نظامي كل اجرتك بالحلال يا زلمة محتواك ما حلو نحن ما ارتفقنا هيك قلت له انا ما ارتفقت معك هيك ارتفقت اعلان بيختلف عن شفته بالصدفة او دعم انا ما بطلب صدقة دعم اقسم بالله يا جماعة اجاني من عنده 60 شخص على عدد 60 شخص انا لو واقف بالشارع قلت لك كل واحد $10 كان اجاني اكتر وعمل باب استهزاء ويلا الرابط تحت الوصف روحوا شوفوا قناته ما قال اشتركوا انا دافع لك مصاري مشان تعمل هيك هاي الشغله بتشوف انت لما بتشوف محتوى عجبك يلا عرفت لكم الرابط تحت لتساعد الشخص بس انا هعطيك مصاري والحكي اختلف 140 درجه هاي اللي نحن حكيناه وعندي تسجيلات انا بتثبت هالشيء وعندي مقاطع صوت وعندي كتابه وعندي محادثات بتثبت هالشيء بس انا رح اكون احسن منه وما رح اذكر شيء بس انا حبيت اطلع بالفيديو توعيه مشان ما حدا يوقع بالفخ اللي انا وقعت فيه بعد ما انا حكيت معه قلت له يا فلان انا ما اجاني منك غير كذا وكذا او من المحتوى قلت له من المحتوى او فلان محتواي انا زباله محتواي صفر اجاني من عندك الرقم طيب الديسلايكات والرد على كلامك على التقفيل انت قفلته بعله تحت التعليقات فلان هيك حكي عليك تستاهل طيب انت ليه حرضت العالم علي انا محتواي زباله ما جاب غير 60 شخص على عيني وراسي طيب انت اخذت من باب استهزاء خليت العالم يعني تجي تبرق تغلط علي وتسبني طيب ليش هيك جاي حكيت معه قلت له يعني انا ما عاد يزبط معي الحكي انت عم تنصب علي عم تضحك علي انا اقبلك يقول لي انا عم انصب انا من ورا الفيديو تبعك بطلت اعمل اعلان صار يجيني وجع راس قلت له انت جبت وجع راس تراسك انا ما عاد يمشي الحال معي قال لي طيب يلا عندي حل قلت له شو الحل بحط لك رابط الفيديو عندي بالمنتدى حط رابط الفيديو عنده بالمنتدى ما ذكر لا اشتركوا ولا شيء بس حط رابط طيب انا ايش اسوي انا كمشاهد شفت الرابط ايش اسوي طيب اذا انت ما طلبت عساد جيشك وراك اذا انت ما طلبت منهم
شلون انا بدي اشترك اذا مثلا انا بتابع مثلا الفلان، اذا فلان ما ذكر اشتركوا بقناته انا شلون بدي اروح اشترك؟ بس حذفت الرابط فضعتها ساعتين وشال الرابط من المنتدى، ساعتين وشال الرابط من المنتدى. من فتره ابعت له انا مجرد سؤال، ابعت له مجرد سؤال استلم عمل هيك قطعني بلوك. حبيبي انا مالي فرحان لك بحكي معك، يعني عن جد انا كليب المصاري مالي مصلح احكي معه. انت كلب مصاري، في ناس كلب شهرة، انت كلب مصاري، انت عم تعد حالك مشهور، انت كلب مصاري. يعني عن جد انا ما ذكرت اسمك بس لشغلة واحدة، مجرد ما ذكرت اسمك رح اعطيك قيمة، وانت قيمتك يعني شايف الشفرة الارض، الشفرة انت اوطب الشفرة على الارض. يعني مجرد ما اعطيتك قيمة، يعني مجرد ما ذكرتك رح اعطيك قيمة. اصدقائي اسف ما بعرف احكي صار كومنت اغلاط، اسف. هذا الفيديو رح اعمل لكم اياه هيك كله عفوي، حكيت اللي بقلبي، وانا طلعت بالفيديو انا لا نيتي لا اشهر بالزلمة لا اضرب سمعته، ما رح اذكر لا اسمه ولا شيء، في الله بياخذنا حالها، بس انا طلعت لوعي الناس والناس اللي طلع مثلي كبداياتهم لا يثقوا باي شخص بيطلع بيقول لنا انا بعمل لك اعلان بس ابعث لي فلان مبلغ. خلي يكون في حكي نظامي، لا تصدق الكلام يلي ببعث لك اياه قبل ما تبعث له المصاري. خلي يكون في كلام نظامي، ارتفاع نظامي، اذا خلى هو على الوعد لازم المصاري تبطل من عنده يرجع لك. يعني التوعيه هذا بس مجرد توعيه مشان لا تتعب الفخ اللي انا وعيته. عن جد الشخص انا طردني بدل ما يفيدني، اي والله العظيم اقسم بالله. اصدقائي انا ما لا بحرض على الزلمه ولا بشهر فيه ولا راح اذكر اسمه مشان العالم لا تغلط عليه ولا شيء، بس انا حبيت انصح اليوتيوبر الصغار اللي حابب يفتح قناه لا يامن باي شخص بيقول له انا بعمل لك اعلان انا بدعمك. انا وقعت الفخ، وفي ناس كثير مثلي، يمكن انا وقعت بمبلغ صغير يعني ومو صغير، بس قدام غير مبالغ صغيره في ناس بالالف دولار والالفين دولار عمال توعي. لهيك انا بحب انصح الجميع لا حدا يثق باي شخص بخصوص بكليب الشهرة وكليب المال. كليب المصاري أهم الشيء، لما بصير عنده المصاري بتغير، لما أنت هيك بتفرجيه المصاري بصيروا بعود تعواي بس كرمال يعني هيك جيبوك لجنبهم. أصدقائي بحب آسف ما عاد على بحكي. أصدقائي بتمنى من الجميع تنتبه من الشغلة يعني دير باله ولا تصدق أي شخص بيقول لها أنا راح أعمل إعلان. أصدقائي لو وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك واشتراك وتفعل علامة الجرس. أحبكم، انتظرونا في فيديو جديد. سلام.